وفيما يتعلق بالمعالجات، أكد رئيس الجمهورية عبد الرب المصري هادي أنه قد تم دراسة ووضع عدد من الإجراءات المصاحبة لقرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية بما يضمن الديمومة وتلافي الآثار الجانبية السلبية أو تلك المعيقة للخطوات الإيجابية، حيث تم التوجيه باتخاذ عدد من الإجراءات ومن بينها استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنات هذا العام لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية ابتداء من هذا الشهر، وكذلك اعتماد مخصصات ل 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة والتي تم مسحها والتحق منها سابقا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإجراء المسح الميداني لعدد 250 ألف حالة أخرى جديدة، إضافة إلى عدد من الإجراءات بشتى الجوانب، وبما يؤدي إلى التطور والنهوض بالعمل المؤسسي والنظامي وبما يخدم المجتمع وبصورة شاملة وعلى مختلف الصعد.